أسعد الله أوقاتكم بكل خير بنشرة الأخبار الموجزة. أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم تسجيل 505 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة لحالة وفاة واحدة. دعا توماس تيكرز رئيس نقابة الأطباء في النمسا إلى إمكانية إلغاء اختبارات كورونا المجانية، حيث قال: أعتقد أن كل من لا يأخذ التطعيم ويرغب في زيارة الفعاليات أو المطاعم فيجب أن تكون اختبارات كورونا ذات تكلفة في المستقبل. وأضاف تيكرز: يتعين على الناس أن يدفعوا مقابل هذه الاختبارات الباهظة الثمن عندما يرفضون الحصول على التطعيم المجاني. ويرى تيكرز أن الاختبارات المجانية وسيلة لتحفيز انخفاض الرغبة في التطعيم، حيث قال داعيا لأخذ اللقاح: التطعيم هو السبيل الوحيد للخروج من الوباء، ولا أحد منا يريد المزيد من عمليات الإغلاق. أقدم الآلاف من الآباء في جميع أنحاء النمسا على إلغاء تسجيل أطفالهم في المدارس بسبب إجراءات كورونا، حيث سجل 3600 إلغاء للعام الدراسي القادم، مما دعا المسؤولين إلى التحذير من أن الأطفال سوف يفتقرون إلى الاتصالات الاجتماعية. وتشير التقديرات إلى أن هذا العدد قد يرتفع إلى 6000 بحلول الوقت الذي تبدأ فيه المدرسة، بينما يتوقع أن تتضاعف الأرقام في حال فرض التطعيم على الأطفال البالغين 12 عاما. وعلق آرثور راش عمدة النمسا السفلى على اقتراح دمج الفصول بسبب نقص التلاميذ قائلا: الآن لدينا فصل كبير ومدرس واحد، لذلك لا يمكننا تقسيم الفصل. رفضت أفغانستان استقبال اثنين من مواطنيها مرحلين من النمسا، مما أثار غضب النمسا، حيث وصفت صحف نمساوية أن بقاء شخصين مجرمين في البلاد يعني إبقاء قنبلتين موقوتتين. وأوقفت رحلة طيران نظمتها ألمانيا والنمسا قبل وقت قصير من إقلاعها في ميونخ، وكان على متن الطائرة اثنين من الأفغان المدانين بارتكاب جرائم، وذلك بعد رفض كابول استقبالهما بشكل مطلق. ورفضت أفغانستان الإذن بالهبوط في كابول بحجة جائحة كورونا، كما أنها أكدت أنها تريد في المستقبل أن تكون عمليات الترحيل من دولة واحدة وعدم اتخاذ إجراءات مشتركة في الاتحاد الأوروبي. دعت رئيسة إس بي أو باميلا ريندي فاغنر الحكومة إلى إنهاء خمولها على مستوى الاتحاد الأوروبي وإيجاد حلول مشتركة، وذلك على خلفية ارتفاع أرقام اللجوء في النمسا، مشددة على أن عام 2015 يجب أن لا يتكرر. وقالت فاغنر إن أعداد اللجوء المتزايدة تظهر أن سياسة اللجوء التي انتهجها المستشار سيباستيان كورتس ووزير الداخلية كارنيهاما فشلت في جميع المجالات. وأضافت أنه عندما يصل اللاجئون إلى اليونان أو يقفون على الحدود النمساوية يكون الأوان قد فات بالفعل، ويجب إيجاد حلول مشتركة مع تركيا من أجل سيطرة أفضل على الحدود الخارجية لأوروبا. أفادت تقارير بأن التحقيقات في حادثة مقتل اليوتيوبر الشيشاني مارتن الذي قتل في عام 2020 قرب فيينا تتجاهل تماما الخلفية السياسية للجريمة، ويتم التعامل مع القضية كجريمة عنف عادية. وفي صيف عام 2020 بعد إطلاق النار على المعارض الشيشاني مارتن، تمت مناقشة الخلفيات السياسية والاشتباه في جريمة قتل. ويتهم مكتب المدعي العام الشيشاني سار علي البالغ من العمر 48 عاما بقتل مواطنه مارتن بسبب خلاف بينهما على بيع سيارة نوع BMW، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن اليوتيوبر ندد علنا بنظام الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مدونات الفيديو الخاصة به، وأن هناك عدة تهديدات بالقتل ضده نتيجة لهذا النشاط، إلى أن النيابة لم تثبت أي صلة مباشرة بين الجريمة وهذه التهديدات. أعلنت الخطوط الجوية النمساوية إلغاء 500 وظيفة بسبب العزوف عن السفر جراء جائحة كورونا، وكانت قد ألغت الشركة ما يقرب من 900 وظيفة منذ عام 2019. كما سجلت الخطوط الجوية النمساوية أيضا خسارة في الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من العام بسبب الإحجام عن السفر جراء وباء كورونا،
وتقوم الشركة بإلغاء ما مجموعه 1350 وظيفة من أجل التمكن من الخروج من الأزمة بشكل تنافسي، حيث ستكون الشركة المعاد هيكلتها أصغر بنحو 20%. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولنكتمل بالمعرفة زوروا موقعنا على الإنترنت infograd.com وتابعوا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. كنت معكم أنا بثينة سلام، إلى اللقاء.